مشاهد المداهمات والاعتداءات الليلية باتت مألوفة للمواطنين في محافظة الخليل بعد أن تحول ليلهم إلى نهار يعيث فيه جنود الاحتلال فسادا واعتقالا وتخريبا بدعوى البحث عن المفقودين الثلاثة. دخلنا حشرونا في قلب غرفة واحدة وبلشوا يفتشوا في قلب الدار يقلبوا فيها وهذا وحطوا حراس علينا جنديين ويتناوبوا جندي ورا جندي فتشوا كل الدار. بعديها اللي هم أجوا قالوا النسوان عجال وأنا أخذوني كلبشوني وغموا عيني وصلبوني على الحيط قعدوا حوالي يمكن ساعتين وهم يفتشوا في قلب الدار. العمليات العسكرية التي تتسع شيئا فشيئا لن تتوقف كما يقول قادة الاحتلال حتى العثور على المفقودين، إلا أن قيادات فلسطينية أكدت أن العملية هدفها التنكيل في المواطنين. نحن هنا لنعلن إدانتنا وأيضا وقفنا إلى جانب شعبنا وأهلنا في الخليل التي تتعرض اليوم إلى أسوأ حملة عقوبات جماعية وتنكيل جماعي ضد كل الفلسطينيين وكل المواطنين. الجيش منتشر في كل مكان لا يترك بيتا إلا ويقوم بتفتيشه، يقوم بفرض عقوبات على الناس، قاموا بشل الحياة الاقتصادية في الخليل والتنكيل بالناس ومنع وصول الخدمات الصحية كما يجب. بطش الاحتلال الذي تقاومه المحافظة منذ أيام خوفا من عودة الجيش الذي لا يقهر من ساحة المعركة في الضفة الغربية بخفي حنين لشعبه في تل أبيب يتصاعد لرفع معنويات الجيش والمستوطنين. في عندي طفل عمره 7 سنين، طفل عمره 10 سنين، هدول تخيل يعني اطفال يشوفوا الجيش بهذا العدد الكبير، هدول بالعشرات بيدخلوا البيت، وبعدين همجيين يعني بفهموش يتعاملوا مع الناس، يعني تعال حتى حشرونا في البرنده كلنا، ما سامحوليش انا اطلع الف معهم البيت لما فتشوا البيت، كمان عندي طالب في التوجيهي مش عارف يدرس، نفسيته يعني تعبانه، بروح على الامتحان مش مركز. عقاب جماعي تمارسه دولة الاحتلال بحق السكان بعد أن حول جيشها الآلاف من المواطنين إلى رهائن يستبيح بيوتهم كيفما شاء دون محرمات. 5 أيام ولا يزال التخبط والحيرة سيدا الموقف في صفوف القيادتين العسكرية والسياسية لدولة الاحتلال في ظل عملية هي الأضخم تقوم بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للبحث عن المفقودين الثلاثة دون نتائج واضحة حتى الآن. حمزة السلايمي، تلفزيون وطن، من تفوح غرب مدينة الخليل.